تم اليوم تنصيب اللجنة الجوية لحقوق الإنسان لجهة سوس من صدرعة تحت إشراف السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واللجنة الجوية لجهة سوس هي إحدى اللجان 12 مكونة من 21 عضوا، فيهم 6 الأعضاء يمثلون واحد مجموعة الهيئات، القضاة، المحامون، الصحفيين المهنيون، الأطباء، الوسيط، مجلس العلماء، والباقون يغطون جميع عملات وجهات سوس مسا، وهم نساء ورجال مشهود لهم بالنزاهة وبالعمل الجمعوي والانخراط المواطن في حقوق الإنسان والدفاع عنها. بعد التجربة الأولى اللي كانت بشهادة العموم ناجحة، رغم أننا كنا انطلقنا من تجربة اللي كانت جنينية بدون مرجعية وبدون معرفة، لأن التجربة هي رائدة على المستوى العالمي بالنسبة للمغرب هذه اللجان الجهوية، لأن الدول اللي عندها لجان جهوية قليلة جدا، يعني المكسيك مثلا عنده 32 لجنة ولكن حالة أخرى، إذا ما كانش عندنا مرجعية، ولكن حاولنا نفهموا ونعرفوا ونخدموا باش نوصلوا لمفهوم الدور تاع اللجنة الجهوية، وكان عندنا مفتوحين بطبيعة الحال على النسيج الجمعوي الجهوي وجميع الفعاليات الجهوية للعمل ورفع الوعي بالحقوق الإنسان على مستوى الشمولي في الجهة. اليوم كما تابعتوا أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تحت إشراف السيدة رئيسة المجلس الوطني الأستاذة أمينة بوعياش، وكما لاحظتوا في النقاش الأولي أنه اللجنة كتضم مجموعة ديال الأخوات والإخوة اللي عندهم اهتمامات متعددة في مجالات حقوق الإنسان. نحن أنا كممثل ديال الصحفيين المهنيين بالمنطقة في هذه اللجنة غنشتغلوا على التمكين الحقوقي للصحفيين، وخاصة ما يتعلق بالمقاربة ولا المجال الحقوقي في أخلاقية المهنة، لأنه كما كتعرفوا التطور الرقمي اللي كيعرفوا الإعلام كيطرح مجموعة من الإشكالات المتعلقة بأخلاقية المهنة، خاصة في جانبها المتعلق بالتعاطي مع فئات هشامة بحال الأطفال، صورة المرأة في الإعلام، إلى غير ذلك من القضايا التي يمكن أن نشتغل عليها داخل اللجنة. سعيدة بتجديد ثقافي للمرة الثانية كعضوة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وكنتمنى أن العمل ديالنا يمشي في اتجاه تحصين المكتسبات والتصدي لأي انتكاسة على المستوى الحقوقي. كذلك نتمنى أننا نمشي بعيد في مجال العديد من الملفات اللي سبقنا فتحناها سابقا على مستوى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على مستوى أكادير، العديد من الملفات في مجالات حقوقية متعددة، في الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحقوق الناشئة اللي تتهتم بالمسنين والمسنات، الأمراض العقلية والنفسية كذلك. وبالتالي نتمنى أن يكون تضافر ديال الجهود من أجل أننا نشتغلوا في اتجاه البناء ديال فعلا الفعل الحقوقي، وفي إطار تقييم السياسة العمومية والترافع من أجل بناء السياسة العمومية على مقاربة حقوقية، وكذلك من أجل انخراطنا جميع كأعضاء وعضوات من أجل رصد والتقييم، وكذلك من أجل التوعية بالأهمية ديال الحقوق ديال الإنسان على المستوى ومساهمتها في التنمية فعلا الفاعلة ومستوى الجهات السوسمة.